انا عارف اني مين زي النكت، ما ينفعش يتشرع، بس اكيد في حد عدى عليه ميم وما فهمش عشان ما يعرفش السياق او ما فهمش الريفرنس او عنده فضول يعرف اذا كان متاخده من ايه. في الفيديو ده انا هساعدك. ميم غريب جدا، محمد رياض، اكيد عدى عليك الميم ده. الهوا محمد رياض ساند بكوعه، وفي الاغلب عليك كبشان من نوع الحاجه دي عجيبه جدا او غريبه جدا. اللقطه دي من مسلسل انا عايش في جلباب ابي، بالتحديد في الحلقه اللي كان معجب فيها بالامريكانيه روزالين شوشارو. الغريب بقى فعلا ان المشهد ده اصلا ما كانش فيه كلمه غريبه ولا كان فيه اي حوار اصلا، والميم ده كان منتشر لدرجه ان هو ظهر في اعلان بتاع فودافون السنه اللي فاتت من ضمن الميمز اللي كانت مشهوره واللي كان وراه الراجل ده. اكيد شفت كمان الميم بتاعه واللي هو قرد مبلم وعايز الارض تتشقق وتبلعه او مذهول من اللي شافه. على حسب السياق ده كان مسلسل عرايس كل الاطفال، واستمر من الخمسينات حد سنه 88 وتم دبلجته للاسباني. الطريف ان هو ما كانش مبلم ولا حاجه، كل الشخصيات اللي في المسلسل كان شكلها غريب بالشكل ده ولا كان حتى بيتحرك ليه، لان عينين الشخصيات متثبته فيهم. كل الحكايه ان في واحد خد سكرين شوت الحته دي وعمل منها صوره تانية وعمل عليها فوتوشوب لعينيه وحطهم جنب بعض عشان يدي انطباع ان هو اتصدم. نفس الشخصيه برضو كان ليها ميم تاني بس مش نفس الانتشار بتاعها، وهو هنا بيبص للناس وبيبلم. الميم بتاع واحد رايح يكلم واحده فالتاني بيلحقه وبيمنعه. الميم من لقطه الاعلان جيلات، واللي كان بالمناسبه مثير للجدل. ميم الضفدع كيرمت ولا هو باصص لنفسه وهو لابس هودي اسود. اللقطه متاخده من مابتس موست وانتد. بو بيرتي ويرني، نامي نامي، واللي هو من نفس عيله الميمز بتاعت باتمان او عادل امام هو بيضرب ريكو برضه عشان ما يكملش. بس الفرق في الميم ده ان بيجيب الشخص اللي بيتكلم ان هو متمادي وعايش الدور. طبعا ده مابتس يعني بتاع اطفال، ما احنا ما فيش حاجه من دي كانت في المشهد. المشهد الاصلي ان ايرني او شادي في النسخه المصريه ما قفلش المايه وبرتا وهادي ما كانش عارف ينام، بس هو ده اللي حصل. ميم سعد الصغير، ودايما بتبقى في سياق ان في واحد بيعترض على حاجه هايفه في الموضوع مع انه مليان مصايب او اي حاجه قريبه من المعنى ده. اللقطه من فيلم لخمه راس. الحركات يا باشا، الله سلمها لك دي عشان التدريب. ها ما هي حقيقيه، وجت معايا غلط من مصر. مصر يعني انت خفت من مصر وما خفتش من راس؟ ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان ما يفوتكش الحلقات الجديده لما انزلها. فيجي الفيسبوك فادي داني اونلاين، الانستغرام فادي داني. شكرا للمشاهده.